ايضا صلاه مثل ما ذكرت في الوصول على الاقل هو المرافق الدائم. اليوم هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لفروع الهيئة بحضور مدراء الإدارات بالكامل، بحضور مكونات الهيئة بالكامل، من بيوت الشباب ومن عمل تطوعي ومن كشافة، القائد العام لكشافة وغيرها من المكونات الأخرى. تم عرض في هذا الاجتماع العديد من البرامج الدسمة والبرامج الحقيقة الحيوية داخل الهيئة، اللي هي انطلاقة ل 2021، استعداد للبرامج والأنشطة الشبابية وكذلك البرامج الرياضية، كذلك برامج والدورات التدريبية للشباب بشكل كبير جدا، كذلك البرامج والأنشطة اللي تتعلق بالمشروعات من حيث الصيانة أو التطوير أو الاستكمال أو بإنشاء مشروعات جديدة إن شاء الله في 2020-2021. إن شاء الله حتكون خطة طموحة في العام القادم إن شاء الله للهيئة العامة للشباب والرياضة بفروعها متكاملة بمكاتب الشباب والرياضة والفروع بالكامل. برامجنا الآن استمعنا لبعض الإدارات في هذا الاجتماع خلال النصف الأول من الاجتماع، إن شاء الله النصف الثاني حنستمع للعديد من مدراء الإدارات حول هذه المشروعات، وإن شاء الله حتكون انطلاقة كبيرة جدا وحتكون في برامج دسمة كبيرة جدا في حدود قدراتنا وما يمنح لنا من ميزانيات. حتكون برامجنا إن شاء الله دسمة جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله. قاعدة أساسية العريضة لانتقال مواد في العالم. الحل المشاكل والأوضاع الظروف صعبة. طبعاً اجتمعنا اليوم مع الهيئة، هيئة شباب الرياضة، ونشكر فرع طرابلس على هذه الاستضافة. اجتمعنا اليوم بخصوص الهيكل التنظيمي للفروع وللمكاتب الرياضة بالمناطق، أيضا البنية التحتية والقوانين واللوائح اللي هي معمولة حيتم قرارات اعتمادها من خلال هذا الاجتماع. والاجتماع اليوم الغد إن شاء الله طبعا يكون اجتماع موسع مع مدراء الإدارات بالهيئة، ونشكر الهيئة على هذه الاستضافة ونشكرهم على كل ما قدموه من مشاريع ودعم للرياضة. صناعي بمواصفات عالمية، قلنا الجيل السادس نشاط رياضي مدرس ماشينا بسبق لا نشاط داخلي ولا نشاط خارجي. نفذنا في السابق ونفذ أكثر من 18 ملعب 19 ملعب. ونسعدنا اليوم أن نلتقوا كل المدراء والهيئة المالية في منطقة طرابلس لمناقشة بعض الصعوبات المواجهة في المناطق. اليوم التقينا احنا من كل الفروع وناقشنا عدة أمور تخص مشاكل الفروع في الهيئة. راهو الشتات تكون تحت فيه كذلك الملاحظ الذي لاحظ انه راهو بينا ببعضنا اصحابنا. فانت ولاد هذا النادي كم فريق سيد جمال كابتن، انا سعيد جدا وشكرا للاعب اطار صلاح. لا والله حبيت لاني انا طبعا يعني شبه معاصر وقاعد في طرابلس، يعني اصحاب واخوه ما نفضلهمش عليكم بامانه، ولكن ما يخلص كيف ما عندنا انا شويه سوس وشويه سوس. الحين كان فيها حكم من العلم من الجمال في المقاطع. طبعا اجتماعنا بنادي شباب بنغازي، طبعا باستضافة نادي شباب بنغازي، تم دعوة الإخوة رؤساء الاتحادات العامة بالمنطقة الشرقية
لتدارس حقيقة جدول الأعمال اللجنة الأولمبية الذي طبعا بصفتهم هم رؤساء الاتحاد العامة هم أعضاء جمعية عمومية باللجنة الأولمبية حقيقة لدارس عدة أمور باستباق للاجتماع حتى نظهر بنتائج طيبة. فكان حقيقة الاجتماع كان اجتماع جيد وناقشنا فيه عدة أمور تتعلق بالرياضة وأيضا باللجنة الأولمبية إن شاء الله نتحدث عليها في اجتماع الجمعية الأممية لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات وعدة أمور إن شاء الله بإذن الله تعالى حنطرحها في الجمعية الأممية باللجنة الأممية الليبية. زي ما انت تعرف بدينا التمارين مده قصيره لما تعرف وكانت استعدادات ممتازه ان شاء الله نبقى نفرحوا جماهير نادي النصر العريق بعون نادي حتى ما انت تعرف الدوري الليبي كان واقف وواحد وما كانتش عندنا استحقاقات قبلها وانت تعرف لي فتره لكن بعون الله نديروا حاجه تليق باسم نادي النصر العريق نادي الشعب ان شاء الله ونفرحوا الجماهير متعطشه للبطولات والربح ان شاء الله. والله كان معسكر ممتاز كان تحت مدرب محمد عوده وان شاء الله كان مدرب كان فريق كله مستعد وكان روح وحده وان شاء الله قدموا اللي علينا وان شاء الله نقدر نفرح نادي الشعب نادي النصر باذن الله. ان شاء الله طموحنا كبير وامكانياتنا هي صح محدوده نتيجه ظروف خاصه ونتيجه عدم استمراريه الفريق والدوري والوضع اللعب خارج الملعب، لكن احنا متفائلين بهالشباب وبالشغل اللي صار النظام الاحترافي الجميل اللي طبقته الاداره الجديده نحييهم في اللحظه هذه ونتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا ونطلع بنتيجه كويسه رغم اننا نلعب مع منافس يعتبر دبأس وعنده امكانيه، لكن نحاولوا احنا نطلع بنتيجه ترضي جماهير وشعب نادي النصر.
مرحبا بكم الطاقم الاعلام اليوم لمباراه نادي الاويا للصم وضيعف سمع بمدينه طرابلس. نلعب احنا في مدينه يفر الاسوياء وان شاء الله يكون بادره طيبه هذه لبلديه يفرن وجميع الجمهور ان شاء الله. هو اخويا بسط زميلي في النادي عنده كلمات يعبر عليها. احنا نادي طرابلس اول مره نجوا لمنطقه يفرن، تفاجئنا بالشيء هذا يعني بالامكانيات في كل مجهوداتهم على رئيس النادي الرياض نادي يفرن، وكانت الامكانيات هذه يعني اول مره نجوا لمنطقه الجبل يعني شبحنا الناس يرحبوا بينا سواء الاسوياء ولا الصم. قال يعني تفاجأت انا بالاسوياء هذا في مدينه يفرن يعني كيف يتعاطفوا معنا احنا كفئه الصم، فئه الصم بصفه عامه وفئه المعاقين بصفه خاصه لاول مره في هذا البادر. اول مره قال لك هذه الزياره ان شاء الله، وان شاء الله يعني من احسن اللي احسن يعني. وشكرا وبارك الله فيكم. الجانب التسويق ولا الجانب المؤدب هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 بسم اليوم اعتبارية إيجابية. شكرا بسبب وجودنا هنا اليوم مسك الختام لهذه الدورة والتي تواصلت لمدة 3 أسابيع متتالية. كانت هناك محاضرات دسمة ومنهج دسم استفاد من خلال المشاركين جميع ما يتعلق بعلم النفس سواء العام أو الرياضي، أخذوا محاضرات نظرية وعملية. إن شاء الله نتمنى أن نشوفوهم في القريب العاجل في الأيام القادمة يمارسوا في هذا المجال من عن طريق ما أخذوا في هذه المحاضرات ليفيدوا به جميع قطاع الناشئين في مدينة بنغازي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد العودي مشارك في دورة إعداد معد النفسي في المجال الرياضي اللي فترة ما بين أسبوعين تحت رعاية مكتب الشباب والرياضة بنغازي بالتعاون مع أكاديمية الأولمبية المنطقة الشرقية. الاستفادة منها هي طبعا تعتبر دورة أول دورة في ليبيا، والحمد لله استفدنا منها استفادة كاملة تخص طبعا في مجال العمل الرياضي. في نهاية دورة المعد النفسي في المجال الرياضي والتي قدمت من قبل مجموعة من أعضاء التدريس بجامعة بنغازي
إعطاء دورة للإعداد النفسي للاعبين والعاملين في المجال الرياضي للوصول إلى تهيئة نفسية لهؤلاء الرياضيين. والدورة بشكل عام كانت دورة إيجابية جدا، كانت يعني الطلبة أو المتدربين كانوا متفاعلين فيها، تحسن أدائهم بشكل كبير عن بداية الدورة. في نفس الوقت هم كانوا يعني مجموعة كانت جايين عشان يتعلموا عشان يستفيدوا من الدورة، وأعتقد أنه هو تحصلوا على استفادة كبيرة من خلال أدائهم في الدورة. نتمنى أنه هو يكون مثل هذه الدورات تتكرر، وفي نفس الوقت أنها هي تأخذ مجالات أخرى، لأن نحن محتاجين أنه هو يكون فيه دورات تأهيلية لكل من يتعامل مع السلوك الإنساني. الشوط في التنفيذ طارق الشوطة إبعاد الدقوم اليوم. احنا في مهرجان بداية دوري للمرحوم بشير تيحة في ملعب شباب الغار بمحلة صياد ببلدية جنزور. اليوم هذا انطلاقة هذا الافتتاح لهذا الدوري اللي يضم العديد من الفرق من الزاوية إلى طرابلس، مشاركة كبيرة والحضور كبير. اليوم شرفنا حضور السيد حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، والجمهور صراحة من كل المناطق في تظاهرة رياضية رغم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب أو لوباء كورونا عفانا الله جميعا. أخذنا الإجراءات الاحترازية كما تشوفون، ونتمنى السلامة للجميع. وهذه مشاركة اليوم من الشباب ما شاء الله يعني شرفونا في بلديتهم بلدية جنزور أحدى بلديات طرابلس الكبرى، اليوم بحضور العديد من عمداء البلديات في من الماية ومن الزهرة ومن العامرية ومن الناصرية ومن العزيزية. صراحة مشكورين كضيوف اليوم شاركونا في هذا الاحتفال، وهذا ليس بجديد على بلدية جنزور. بلدية جنزور دائما تقيم في العديد مثل هذه المناشط وهذه الدوريات فيما سبق وخاصة في شهر رمضان، وهذا ليس بجديد أو بغريب عليهم. نتمنى إن شاء الله ترجع الحياة طبيعية بعد هذا الوباء، إن شاء الله نهايته أو إن شاء الله ترجع الأمور لطبيعتها، سوف تكون هناك تظاهرات ودوريات عديدة بإذن الله.
طبعا سيد مختار الشماطي مقر اتحاد الفرع المنطقه الغربيه. اليوم طبعا اجتماعنا اتحاد الفرع المنطقه الغربيه برؤساء الانديه بخصوص انطلاق دوري فئه الناشئين، اقصد فئه السنيه. طبعا الحضور كان حضور جد معقول، حضر حدود ال 11 النادي طبعا، وناقشنا فيه انطلاق الدوري من عدمه، واكدت الانديه على طبعا على انطلاق الدوري ومع مراعاه امكانيه دعم هيئه شباب الرياضه لهذه الانديه لظروف الانديه. بعض الانديه ظروفها طبعا صعب انها ينطلق الدوري بالوضعيه اللي هم موجودين فيها، وحاولوا قدر الامكان انهم اتفقوا انهم يشكلوا لجنه طبعا لمتابعه الاجراءات مع هيئه شباب الرياضه في خصوص دعم الانديه حتى ينطلق الدوري بشكل مطلوب وشكل مباشر. طبعا الانديه ايضا اكدت على انها ستلتزم بالاجراءات الاحترازيه بخاصه بمرض كورونا عفانا الله واياكم. وطبعا احنا كاتحاد فرعي اكدنا على الالتزام، ولابد الانديه تتعهد الاتحاد الفرعي بالالتزام بهذه الاجراءات الاحترازيه، خوفا على طبعا على ابنائنا وعلى كل الاشخاص اللي يتعلقوا بالمسابقه باذن الله. وطبعا وحددنا باذن الله اجتماع يوم 15/12 باذن الله القادم، حددنا فيه اجتماع يوم 15 اجتماع أندية أيضا آخر للتأكيد أيضا على المشاركة وعلى الإجراءات اللي نبدو في الإجراءات اللي هي التسجيل وإجراءات لجنة المسابقات ولجنة القيد، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نكون بإذن الله في الموعد. والحمد لله إن شاء الله نكون إن شاء الله ربي يوفقنا أن احنا ينطلق الدوري ويكون حتى جائحة كورونا انتهت بإذن الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا وبارك الله فيك. نحن اليوم متواجدين في صالة نادي يوسف ريدس. اليوم كان اجتماع اللجنة العمومية لانتخاب مجلس الإدارة لانتخاب رئيس اللجنة العمومية والأعضاء.
وان شاء الله تكون بدايه موفقه. وانا فكره اني انا ندير النادي هذا ان نحن لازم يكون عندنا نحن لنا فتره نتمرنوا في المكان هذا قبل طبعا ما تنشا الصاله بتاعت المجهزه ما شاء الله صاله المنتخبات توا اللي انشاها الاتحاد. فانا فكرت اني انا ندير نادي باش يقعد عندنا اسم شرعي نقدر به اني انا ندافع على حقوق الرياضيين في هذه اللعبه. وان شاء الله يا ربي هذا النادي قبل ما يتاسس هو كاين مكان يستقبل فيه الرياضيين تنس الطاوله في بنغازي وكاين يطلع فيه ابطال يلعبوا باسم بنغازي في هذا المكان قبل ما يتاسس النادي. اليوم مكلف مندوب من الهيئه العامه للشباب والرياضه اشراف على عمليه انتخابيه للجمعيه العموميه ومجلس اداره نادي سبيريدس التخصصي لتنس الطاوله. الحمد لله النصاب القانوني اكتمل واجتزنا اليوم من العملية الانتخابية على خير وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. مشكور ومشكور وبارك الله فيك. قيمة الدورة بالمركز الثقافي بمدينة جدابية. وطبعا كان محاور الدورة بداية نبذة مختصرة عن لعبة القوة البدنية في ليبيا وفي العالم، وتناولنا القانون الدولي من حيث المقاييس الأدوات والمعدات اللي تم استعمالها في هذه اللعبة، ومن ثم شرح مفصل للقانون الدولي للعبة القوة البدنية. واليوم اليوم الأخير اللي هو اليوم الختامي تم توزيع الشهائد على من اجتازوا الدورة بنجاح. هذه أول مرة نلتحق بدورة تحكيم في قوة بدنية، فاستفدنا من هذه الدورة معلومات جديدة فخلتني نحب أكثر هذه اللعبة ونسلك درب هذه اللعبة. أنا لاعب سابق في قوة بدنية فكانت في قوانين قديمة يعني لم ما كانش في اطلاع عليها، فتو في هذه الدورة في تعديلات جديدة في قوانين تغيرت دوليا ومحليا، فاستفدنا أكثر واطلعنا أكثر عليها. يعني كانت دورة ناجحة وبارك الله فيهم على هذه اللفتة الطيبة لمدينة جدابية وسرت، فنشكرهم شكرا جزيلا. الحمد لله كانت دورة ناجحة يستفيد منها الاتحاد وتستفيد منها مدينة جدابية لإقامة مهرجانات وبطولات في قادم الأيام. حكام مميزين، حكام إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وأنهم يكونوا موجودين معنا في البطولات القادمة.